دخول الجيل الجديد إلى الساحة ولد أيضا جمهورا من الشباب، وجمهور من شباب ثائر طبعا وليس جمهور اعتيادي، وهذه طبعا ربما يعني أوجد موازنة جديدة من موازنة القوى، لكنها لم تؤثر بشكل كبير على خرم القوتين أو على الأكل من جرف القوتين. بقت القوتان الكبيرتان المتمثلة بالبارتي واليكيت هي تتسيد عرش القرارات السيادية القوية، لكن هناك ظهور هذه القوة الصغيرة مستقبلا قد تلتحم فيما بينها وتؤسس لقوة ثالثة ستكون منافسة لهذه القوة. شلون تلتحم؟ هي بيناتهم مختلفة. لا لا، أنا أتحدث عن القوة الصغيرة. القوة الصغيرة هي القوة الصغيرة بيناتهم مختلفة. هذه القوة الصغيرة أنا أقول لك هم هناك مشتركات. على سبيل المثال ينادون بماذا؟ برواتب الموظفين، رواتب المعلمين، رواتب معلمي قرميان اللي هم لثلاثة أشهر لم يستلموا رواتب. نعم. رواتب البيشمرقة، يعني نتحدث عن البيشمرقة اللي هو يمثل عصب قوي لليكيتي والبارتي، كل شهرين البيشمرقة يأخذ راتب مرة واحدة، ربما يتأخر أحيانا ثلاثة أشهر. هاي الأشياء كل ما تكون هي جزء من المشتركات فيما بين القوة الصغيرة، جزء من اهتماماتهم، الجمهور راح يميل إلى هذه القوة. وإذا أوجدوا بعض المعالجات مع المركز ممكن أن هذا الجمهور سيعتبر بأن هذه القوة الصغيرة هي ستمثله في المستقبل.